حبيب ركيون وكام حبوي بركي ومش قلت لكم انا مش قلت له اختي اختي انت انت طفله ظاهره ما تشعفش هذا حبوي بركي وقلت لك هاي الصوت ريفي اللي راهي خايبه مخترة ابناء جيلي ليه ابناء جيلي غدرتوني انتم ما تاو سمعتوش خالد دار هذيا وانا في تونس الدو اما مش بلا في دار هذيا وفي تونس الدو الثقه انعدمت اي عواشر يا اختي عواشر الثقه انعدمت في تونس ما عادش فما ثقه بيلي ايليش لحظه لحفق بها هذا هذا بيلي ايليش وهبطت من لاميريك فهمتني جات السنترفيل ومتلف ما باش باش انا خدت نعرفها بيلي ايليش باش انا كي نهبط السنترفيل ما فيقش بها ما فقت بيك بيلي ايليش تعمل بيلي ايليش في السنترفيل غرايب والله ابناء جيلي برج ولايا انا ديسابوينتد راه هي تفهمني نورمال اي ام فيري ديسابوينتد بولايا مولا بيلي ايليش اي ام فيري very disappointed. السلام ومرحبا بكم في فيديو جديد وانا قاعد في القاعة ما نعرفش اسكو بشابت الفيديو هذا قبل وقال الفيديو اللي صورته البارح قبل اما صورت فيديو وانا قاعد في القاعة واكشلي برسمي حسيت روحي مرتاحة على الاخر وحاجة باهية على الاخر ما فهمتش كيف الفيديو نتاع اليوم باش نعملو كيما رياكسيون على فيديو تاع الواقع التونسي الواقع التونسي هذه باج يعمل ديزانترفيو لبرا في الشارع ساعات نبدا ندور في اليوتيوب نلقاهم في ريكومندد نتاعي نتفرج عليهم برسمي فيهم كونتينيو معناها برسمي في ساعات فما انترفيوز برسمي تحس فما كلك شوز كي كلوز تحس اللي كونتنت فما كونتنت البارح فما فيديو عرضني تيتر نتاعو برسمي حسيت وحاجه لازمني نتفرج عليها ومش جوست لازمني نتفرج عليها لازمنا نتفرجوا عليها جميع مع بعضنا الفيديو اسمه جيل جديد في تونس قادم وبقوه انا بيصير انسان ننتمي للجيل الجديد هذا ساعات الكبار يقولوا الجيل هذا نتاع توا مانيش فاهمين ومش فاهمين حتى شيء معناه من جيل خاطر برسمي فما ديفيرونس كبير ما بيننا نحنا وهما كيفاش هما عاشوا كيفاش نحنا نعيشوا الانترنت وبرش حاجات معاه انا الحقيقه ساعات انا بدي جيلي ما نفهموش معاه وبيصير نحنا توا في عصر الانترنت والسوشيال ميديا اذا كان عندك اي حاجه ماكش فاهمها سهله برشا تحل يوتيوب ولا جوجل ولا اي حاجه وتلقى ديفينيسيون نتاعها كي لقيت الفيديو هذا فرحت قلت بالرسمي اونفا باش نفهم الجيل نتاعنا الجديد هذا الجيل طالع كيفاش كيفاش يخمم شنو هي اراءه السياسيه شنو هي اراءه الفلسفيه كيفاش يرى الحياه وانا متاكد اللي البنات اللي بشراهم في الفيديو هذا باش يحكيو في برشا مواضيع نتاع عبيد مثقفه عبيد ديب عبيد عندها في مخاخه عبيد تعرف تخمم وان شاء الله ما يخذلونيش وبالنسبه لاي انسان يعرف العبيد اللي باش يظهروا في الفيديو هذا راهو تاخذوا حتى شيء بيرسونيل معناها بون انا باش نعطي رايي معناها نورمالمون عندي حق اني يعني نعطي رايي معناها قريتها في المدنيه زي حد ما يجي يقول لي ليه ما عندكش الحق عندي دستور ما والله تصير اي مشكله نجبد الدستور ونعطيكم الفصل بالضبط معناها دونك من غير ما نطول عليكم نعرف اني ديما نطول عليكم في الاخر نقول لكم من غير ما نطول عليكم اما خلينا طول ندخلوا فصل الفيديو ونشوفوا الجيل نتاعي جيلي عندي الحق اللي مش باش يعجبه الفيديو هذا ليه ما عندكش الحق ما يعجبكش على خاطر جيلي انا نحب نعرف جيلي انت قاعد تشد عليا في معلومه على جيلي خليني نتفرج على جيلي دونك خليني توا نبداو في الفيديو نتاعنا استعملوا لهنا في السنتر جينا ندورو نشوفوا الجو كل بلاصه حافله ونديرو فيها جيتو احنا من نيبر لا اختي والله لا شوف اختي فاضل عايش اختي فاضل سنترفيل ماهيش بلاصه اللي تدور فيها باش تعمل فيها جو جمله اللي قالك برا امشي اعمل سنترفيل واعمل دوره في سنترفيل تتعلم جو على خاطرها بلاصه حافله راهو برسمي يحط فيك في بلايص خايبه معناها رد بالك شكون تخالط عايش من نيبل جي تونس بتاب سنترفيل لا هذه فكره خايبه برج ولايا انا لا ابناء جيلي طلعوا سبب هذا ما عجبنيش اختي كارو جيت تونس هاي باش نجي ندور في سنترفيل انا زوج حامد شنو قبل صحابي وكا انا انتصار من نابل انا انتصار من نابل تعرف انتصار جيت نحاول مع صحابي شو رايك بعد هيك ليش انت افضل حدود انت منين انا من هوني روني ولا مظهروني روشي شي هذيك ما تحبش توري وجهها على غالب عندها سبب قاعد ليا في نابل كنت براكي غادي وكل شيء دونك هبطت السونترفيل باش تقصر شويه في براكي شويه عبيد السونترفيل خاطر كي تبراكي في السونترفيل وتمشي لنابل مع تولي ما يعرفوكش فهمت تما عصابه حكاو عليها في الحوار التونسي كل مره يمشيو للولايه يبراكيو العبيد غادي متنيو ما يفيقوش بهم خاطر يتنقلوا برشا يتحركوا برشا هذا هي منهم الجو في تونس سابيع على الاخر الجو في تونس انا نحب نعرف شنو هي ديفينيسيون تاع الجو بالنسبه لي هي خاطر سونترفيل بوجوريا انا نراها ماهي الجو جمله واحده نراها العكس نتاع الجو لازمك تبعث لي ميساج تقول لي شنو هي ديفينيسيون تاع الجو بالنسبه لي كان برسمي حاجه موضوع اسمه دراسه هذا يما نوليها ندور وكها بايكش نبيض عليها سبا اما خير نابل ولا تونس نابل نابل تونس خير تونس خاطر معبيه فاكل معبي فيها كل شيء فيها كل شيء تونس فيها الدروغ فيها المشيك فيها البيران سامحوني لا غالبا ما ذاكش فيها بالنسبه لي انا ذاكش نعرف فيها سنترفيل معناها خلي نابل اختي بحر غادي وجمال وكل شيء جاي لسنترفيل دور سنترفيل والله يا وجهه باينه هاي كرشي والله كل يعرفوا بعضهم فارغه وانت انا المحرز محرز زيد كل قبه عاد عم شبعتوا بتصرف متنكر هذيك باز اي باي ذا واي فولو مي على بار ما واحده متنكره ما فهمتش هذوما سسبشس هذوما مجموعه هذوما عصابه ظهر فيهم ولا حاجه خاطر واحده متنكره واحده ما تحبش توري وجهها فهمتني يخوفوا الفتيات هذوما برج ولاد كل مصورين في القطب باز ما انا ليه انت ليه
ليش تبعدوا على مثلا البلاصة اللي يعرفوكم فيها؟ قلتها مش عارفه كيف فيها على خاطر ما تبدا كلي تحس روحك في بلاد اخرى اكثر جو واكثر فريد واكثر يعني اصحاب شوين الجو تعملهم هذاك وين الجو بلاي سؤال الجو في سونترفيل وينو ما فهمتش انا الجو الو بلاي جو وين سونترفيل ما فهمتش كيفاش يعملوا جو في سونترفيل ربي يهديكم البنات وما عادش تجيو بوجولاي بوجولاي ما عادش تجيو فوق عليكم اصحابكم اللي تتبعوا فيهم يقول لكم اه سونترفيل هذوما عباد اشرار ما تتبعوهمش صارت لك في تونس وانتي ما كنبلي فسرت لك في تونس ما تلفيش ليش نين حبوا يبركيهم مش قلت لكم انا مش قلت له اختي انت انسى طفله ظاهره ما تشعرفش هذا حبوا يبركيوها قلت لك هاي السونترفيل راهي خايبه مخطر قلت لك انا من الاول ابناء جيلي هذوما شوفوا غير نصيحه اختي هذه ما عادش تهبط السونترفيل فك علي وجهها مش بتاع السونترفيل الحق معنا كلها بركه جيت ونترى غادي وفك علينا بلا مشاكل هاي شو اختي قلت لك انا ابناء جيلي طلعوا حكيتهم فارغه ابناء جيلي طلعوا ما همش فاهمين الدنيا بالصحيح مصعيب انا ابو جاي السونترفيل اختي في المترو وقتها هي كان دبرنا فلوس مع صحابي قوم غادي صاحبتهم اللي علي صار براكي تصرف قلت لهم قلت لها شايف في بالك اللي تبنت اي في بالك اكيد مبروك عليك اختي تفرجوا عليك 67000 بشر وما نعرفش قديش تفرجوا علي الفيديو هذا اما مبروك عليك تفضحت عند امك وامك ما عادش تخليك تعبت صوت الفيديو جمله واحده وانا معاها ديسيزيون تاع امك انا موافق امك على خاطر ما عاد على خاطر ما لازمهاش تخليك تهبط صوت الفيديو جمله واحده ليه ما تهبطش حتى الاخرى الطفل اللي تبركي في العباد ليه ما عادش تهبط تبركي العباد برا براكي في بلاصه اخرى صوت الفيديو ليه تجي تبركي انساني بركيك هو في بلاش دنيا في بلاش ما كلمتش دارهم بيلي ايليش لحظه فقط بها هذه بيلي ايليش وهبطت من امريكا فهمتني جات سونترفيل ومتلث ما باش ما باش انا خط نعرفها بيلي ايليش باش انا كي نهبط سونترفيل ما فيقش بها ما فيقش بيك بيلي ايليش هبط مزيت كي عمل دوكيومونتير عندها ايفون ديجا هايفا وخاتم في يدها فهمتني نص مر اللغه راني بالقديه يعني. فقت بيك بيلي ايليش بيلي ايليش جات لتونس فقت بها انا امي راهي تايك في بلا بيا في دار هذه وانا في تونس عادي بيلي ايليش مشهوره انا امي شي بيتها ابناء جيلي ليه ابناء جيلي غدرتوني انتم ما تاو سمعتوش قالت دار هذيا وانا في تونس الدوري اما مش بلا في دار هذيا وفي تونس الدوري الثقه انعدمت اي عواشر يا اختي عواشر الثقه انعدمت في تونس ما عادش فما ثقه معناها الطفله هذيا عاد تمشي لما تقول هاني بحث دار صاحبتي وهي تبدا في المروك تسلك ولا تصوروا اي انعدمت الثقه في جيلنا ما عادش خف الله يا رب هذا الجيل الجديد اللي انا كنت مستعد اني ندخل ونسمع الاراء الفلسفيه نتاعهم ونظرتهم على الحياه في الاخر نلقى طفله تبراكي نلقى طفله بركيوه في التران ولا في المترو نلقى بيلي ايليش متنكره بيلي ايليش قالت لهم اللي هي بحث دار حبتها وهي تدور في سونترفيل تعمل بيلي ايليش في سونترفيل غرايب والله ابناء جيلي برجوليه انا ديسابوينتد راه هي تفهمني نورمال اي ام فيري ديسابوينتد بولا يا مولا بيلي ايليش اي ام فيري فيري ديسابوينتد انا عم بشي بيها ليه اعقل وحده فيهم هذيا ظاهره اعقل وحده فيهم فين ومتربيه ايديها في جيبها امور بودي لانجويج معناها عاقله جوابي كالم تعرف تحكي اما بيلي ايليش برجوليه تكذبي على امك زايده تكذب على امك وذي مزيت عطيتنا بالظهر خاطر هذه كذبه كبيره ظهر في قيمه قلت لكم يا حاجتيني اما رشيرشي ولا كذبه كبيره على امها وبا اما باش يفيقوا بيك على خاطر 67000 بشر تفرجوا عليك الطفله هذه اللي عطيتني بالظهر ما ماشيش تعطي بالظهر للعباد راه عاشو مش هكا نحكي في سونترفي اما اذا كان يطلع البحث نتاعي صحيح اللي انت رشيرشي عندك الحق تعطيني بالظهر هي انا بعديك كي تكلمني نقول لها هاني احلى مريم تقولي بيه ديما بحده مريم ما حسيتوش انت شو اسمك والكلكم بحث صافي معنا اليوم كلنا بحث صافي يا ريتو البحث كيفاش ريتو كيفاش بيلي ايليش تقول امها اللي هي بحضه صفية تقول امها اللي هي بحضه نورهان تقول امها اللي هي بحضه محظيه تقول امها اللي هي بحضه منجيه ومنجيه وين في المروك وام وبون منجيه وين يسخيلوها هي موجوده يسخيلوها في الجزائر اما هي في تونس معليه شوفوا النيتورك اللي عاملينها فهمتني سبحان الله والله ابناء جيلي امك باش تكذبوا عايش اخوات وما خاطر انا ابناء جيلي نحسكم كيما اخوات كي تكذبوا اكذبوا برا البلايص باهية ما نعرفش انا اكذب على امك تقول انا بحضة نور ولا شو اسمها برا البلاصة باهية على الاقل مش تمشي للسونترفيل مش تبدا تدور في لافينيو ويوقفوك يحطوا لك ميكرو في فمك ليه اختي ليه ماشي هذه الحياة كيما قلت لكم بلي بعثوا لي شنو ديفينيسيون تاع الجو بالنسبة لكم انتم بيلي ايليش ميسيلش ابعث لي بالمساج ابعث لي بالامريكاني نفهم راني نفهمك انا معناها فهمت انا بيلي ايليش جاية ما فهمتش منين جاية شتاش تعمل في تونس مش جاي بك للسونترفيل معناها شنو هي عند القضية شو تعمل ربي يهديك والله ربي يهديكم ابناء جيلي اي ام فيري فيري ديسابوينت كينا صافيش مش تعشيك ليه ديما ديما عنا حشينا في درسه قلت لكم انا صافي رئيس العصابه هي وهي باش تدور لها الكاميرا باش تغدرها توا باش نعرف وجهها مش تعمل يوم نقول لك مش
ندخل شويه قبل ما نشوف البروغرام نتاعها. صافي مشيت تزمر صافي ليماج نتاعها انت صافي هما اربع بنات محليكم بالخاص بلي ايليش مع نفدلك عليكم. اما صافي امك وبوك باش يفيقوا اللي انت تكذب عليهم وتكذب على الناس الكل وتكذب على الحومه نتاعكم الكل. معناها الحومه الكل نتاعهم مش في بالهم اللي هما في دار صافي وراكشين مع الاخر يلقاهم في سنتر في في انترفيو وتفرج عليهم 67000 بشر. اي اوكي باش تمشي تمشي شنو نعمل لك يا اخي ابناء جيلي الكل يحكيوا هكا لاك ومال عندي تليفون ايفون ايفون هذا حاجه مزيانه قلت لكم راهي طفله هذيك عندها في مخها هذيا بنت جيلي هذي نفتخر اللي هذه بنت جيلي خاطر تحب تهبط للاك تحب تهبط للمال تمشي لايس باهي معنا مش كيما بيلي ايليش حاطه السونتر في واش باش بها تغط ويني ويني ضاعت بيلي ايليش ويني هاي 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 صوفي باش تعمل كيراتين في شعرها صوفي صوفي صحه صوفي كيراتين حشيمه صوفي انا 15 15 تخلف في 20 اه صوفي 19 تخلف في 20 تعملي مع ابنائك صوفي معنا كي تذكر وقتها قلت لكم انا اللي هما مزيانات فادلك عليكم راه خاطر كي كانوا لي بيدوفيل انا برا محليكم انتوما ك كعبيد كأناس كأناسيين أنا كعبيد محليكم ما نقصد حاجة أخرى خاطر كي نقصد حاجة أخرى تولي بيدوفيلين ولي أنا بيدوفيل ولي أنت أمهم أنت أمهم أنت تتهمل فيهم ليلة بنت خالتي هذه بنت خالتك وين صاحبت بنت خالتك وانا صاحبتك بيلي عايش والله صح عليكم بس صاحبتكم بيلي عايش في حد فهم حاجة اللي فهم الموضوع يفهمني مش فهم حتى أنا وخالتي والله اللي يفهم شوي والله لين شخاله في الاخر الموضوع يفهمني حتى هي مش فاهمه ربي يهديكم ابناء جيلي برسمي ربي يهديكم اذا كان هذا جيل جديد انا ما انتميش لجيل جديد انا قها وانا دونك توا سي بون كمال اكتشفت الجيل نتاعي جيل جديد اللي اللي ننتمي له ونحبه برشا محليكم الناس الكل محلينا الناس الكل الجيل الجديد والقديم اولد سكول نيو سكول كل وكها دونك لنا كنتوا ناخذ فيديو اذا كان عجبكم الفيديو بيان سور حطوا جيم عملوا لي فولو على انستغرام قولوا على باز وكها سي يو تومورو بو مش تومورو علاش تومورو يا اخي نهبط كل نهار انا نتعب بيان سور انا شوي انا تخوي ماما انا نتعب كيفكم كي وكا هاو في لامان بون مي او ريفوار بون كيفين نسكر انا هكا Pull up, pull up in the gold I'm leading. All them other man need feeding. I don't wanna go Bombi. Them I don't know what I do when I go from Beeling. Leading the pack in black and I'm on with the bag. Snapping with a phone and dive. I'll swap a man with a duster. Put him in the drip and sip blockbuster.